شك على مستوى العراق، انت تقول احنا لازم نروح لدوله مواطنه، انا اكون صريح وياك وانت عمنا ونقول لك هاي شعارات. دكتور هاي شعارات وعناوين رئيسه، تدري ليش؟ انا راح اقول لك ليش، لانه بكل سهوله اي كتله تقول احنا نريد دوله مواطنه، احنا ما نريد طائفيه، احنا نريد ما نريد فساد. البرنامج تقول عليه التسويه النخبويه دكتور. التسوية عبارة عن اتفاق قوى سياسية على مواثيق وعبارات وتفاصيل. الموضوع يتعلق بروحية بمزاجية الكتلة، إذا كان عزم هو تجمع من سياسيين سنة ويخاطب السنة فقط ويذهب إلى الشيعة ويفاوض من أجل حقوق السنة، وإن دولة المواطن الله يخليك دكتور. تمام. أنت تعلم يعني حق اليقين نعم. أن التسوية هي ليست شعار وإنما هو برنامج أشرفت عليه الأمم المتحدة وأخذ من عندنا 4 سنوات صحيح بس إعداده وهي دراسة حقيقية ومعدة زين مو شعار عندنا خارطة طريق زين. فقط نحتاج إلى قرار بدء التنفيذ لا زاد ولا أقل. أنا شفت رئيس اللجنة تدري يعني تعبنا صحيح. أيام واللي كتبها مو إحنا مو السياسيين اللي كتبوها خبراء النظم السياسية خبراء النظم السياسية ترى بالعلوم السياسية أكو نظم سياسي حتى بالقانون شنو عافية فذول خبراء النظم السياسي هم أشرفوا عليها إحنا اعتمدناها إحنا كسياسيين اعتمدناها وسوقناها في التواقيع وفي التهيئة وفي الإعلان وفي تهيئة الجو العام ولكنه هي ليست شعار لأنه تبدأ بإعادة النظر في الدستور العراقي زين وإعادة النظر في الدستور العراقي يقتضي تصويت شعبي عليه إذا راح يصير مو قضية شعار قضية إرادة شعب هاي إذا نجحنا بها ليش قلت لك هذا مسألة طويلة فإذا أبدا ما كان داخل هذا المشروع مال التسوية الشعار بالعكس هو سؤال انطرح لماذا حدث ذلك مع سقوط المناطق مالتنا فجاوبنا انه سببها المحاصصة ودولة المكونات والفساد مو الجواب وماذا بعد ذلك السؤال جاوبنا عليه هذا وماذا بعد ذلك هذا هو الطريق الحقيقي لبناء عراق ما بعد داعش بقى السياسيين اللي يستخدموها يريد بقوها عراب هاي مو شغلتي مو هاي المشكلة أما أنا اشتغلت بمنتهى الحرص أقول لك دكتور رأس المال السياسي للأحزاب القائمة والحاكمة والمتمكنة والنافذة في العراق هي أنني أمثل المكون سين وأنا أمثل المكون صاد واحنا ننقل معاناتكم واحنا نعالج معاناتكم هو الشيعة نفس الشيء السنة نفس الشيء بالتالي هاي القاعدة الفلسفية اللي تقول المدخلات تدلل على المخرجات بالتالي مدخلات الأحزاب أن تبقى دولة مكونات أن تبقى دولة فواصل لا تذهب إلى دولة المواطنة تمام وإذا لن نستقر أبدا هم متفقين كل قادة الصف الأول وكل الأحزاب وكل الهيئات العلميه والفنيه العراقي وحتى الشعب العراقي زين. وحتى ابن الشارع العراقي متفق ان العراق ما لم يتحول الى دوله مواطنه لن يستقر دكتور انا مو هي المشكله هذا قرار سياسي دكتور طالب. مشكلتي وياك درشني انا راح اقول لك ايه؟ انت كفرد كدكتور محمود المشهداني تتبنى هذه الفكره وبذلت جهد باتجاهها لكن رحت انخرطت بتحالف عزم اللي هو تحالف مكوناتي ليس تحالف وطني تحالف يستهدف السنة ويخاطب السنة كسنة بالتالي لما يفوز راح يروح يقول أني أمثل السنة ويتحالف ويا الشيعة على مود يتقاسمون الوزارات يعني دي تنطيني هذا الانطباع كل الخطابات التي تخرج من عزم أو غير عزم هسه حتى ما أقول يقولون مستهدف عزم أنا دا أقول رؤيتنا بالنسبة للعراق من يستقر ما لم يكن ذلك زين. الوصول إلى هذه الرؤية تبدأ من المكون المكون إذا ما يأخذ استحقاقه ويشعر أنه هو فعلا عضو فاعل حقيقي داخل المجتمع شلون راح يتحول إلى دولة مواطنة ويترك حقوقه عند الآخرين ولذلك قررنا النتيجة الأخرى ما بعد قبل الذهاب إلى دولة المواطنة يجب أن كل المكونات العراقية الأيزيدية وأصغر مكون شنو هو المكون كلها لازم تشعر أنها فعلا هي ماخذة حقوقها وبالتالي نذهب معا إلى دولة المواطنة